بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، إلى قوله تعالى: واتقوا الله إن الله، إلى قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ختام الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الكلام سيكون على هاتين الآيتين. أما قوله تعالى يسألونك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم، فأنزل الله الجواب. والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن ما قبلها فيه بيان ما حرم الله عليهم من بهيمة الأنعام، وفي هذه الآية بيان ما أحل الله لهم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يحل أو يحرم من عند نفسه. فجاء الجواب: أحل لكم الطيبات. والطيبات المراد بها الطاهرات التي لا ضرر فيهن، فكل طيب لا ضرر فيه فإنه حلال، يخرج بالطيب الخبيث فإنه حرام، ويخرج بالذي فيه ضرر ما فيه ضرر كالسم ونحوه فإنه حرام. وتطلق الطيبات على المستلذات، ومفهوم الآية أن الخبائث حرام، وهذا كما في قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات حلال، وإنما حرم شيء من الطيبات على اليهود عقوبة لهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب ظلمهم حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم في الأصل، وهذا من باب العقوبة والتضييق عليهم، وإلا فالأصل الطيبات أنها مباحة وحلال لعباد الله. ثم قال سبحانه: وما علمتم من الجوارح، أي وأحل لكم ما صادته المعلمات من الجوارح، وهي الكلاب المعلمة والطيور الجوارح التي تكتسب، والجرح في الأصل المراد به الاكتساب، ويعلم ما جرحتم في النهار، أي اكتسبتم. ويطلق الجرح على الإصابة، يطلق الجرح على الإصابة، لكن المراد هنا ما صادته لكم الجوارح. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي من الكلاب التي يصاد بها،
فهو حلال ما صادته ومات بسبب صيدها له فإنه حلال، وإن أدرك وفيه حياة فلا بد من زكاته. والكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر وقف، وإذا صاد لم يأكل من صيده، هذا هو المعلم. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يحل ما صاده، فإذا استرسل بنفسه وصاد صيدا فإنه لا يحل حتى يدرك وهو حي ويذبح. وإذا أكل من الصيد فإنه لا يحل لأنه لم يصده لصاحبه وإنما صاده لنفسه كما في الحديث. وما علمتم من الجوارح من الفهود والكلاب وغيرها مما يفترس بنابه، وكذلك الطيور التي تصيد بمخالبها كالصقر والباز والشاهين، فهذه أيضا يباح ما صادته بشرطين: الشرط الأول أن تسترسل إذا أرسلت، والشرط الثاني أن لا تأكل إذا صادت. فهذه الطيور التي يصاد بها: وما علمتم من الجوارح مكلبين، منصوب على الحال أي حال كونكم متخذين الكلاب للصيد. ولهذا جاء في الحديث أن من اتخذ كلبا غير كلب صيد وماشية وزرع نقص من أجره كل يوم قيراط. فالكلب إنما يباح اقتناؤه لأحد هذه الثلاثة الأمور: إما للصيد، وإما للزرع، وإما لحراسة الماشية، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب. تعلمونهن مما علمكم الله، أي مما أعطاكم الله سبحانه من العقل والتدبير، فإنكم تعلمون الكلاب بموجب ما عندكم من الإدراك والفهم والعقل، وتوجهونهن نحو ما تريدون من الصيد. تعلمونهن مما علمكم الله، وقال جل وعلا: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فما أمسكه الكلب المعلم فإنه يؤكل بشرطين: الشرط الأول أن يذكر الله عند إرساله، ولهذا قال: فاذكروا اسم الله عليه، فيشترط أن يأكل أن يسمي عند إرساله. والشرط الثاني أن لا يأكل مما صاد، بدليل قوله: مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل منها فهذا دليل على أنه لم يمسكه لمن أرسله، وإنما أمسكه لنفسه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن أكل فلا تأكل، فإني أخشى أن ما يكون صاده لنفسه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.